عايزك تهدى جوه يا جماعه. دقيقه واحده دقيقه واحده دقيقه واحده يا سمحتوا في المؤتمر. ثواني ثواني شكرا يا جماعه، من فضلكم هدوء من فضلكم هدوء. سؤال لو سمحت. اتفضل. استاذ شريف حمد لله على السلامه، ممكن نعرف حضرتك كنت فين السنه اللي فاتت كلها؟ اولا الله يسلمك، ثانيا انا زي ما تقول كنت مختفي لان كنت بتعالج من الحادثه، وبعد كده اشتغلت على مشروعي الجديد. طيب ممكن نعرف تفاصيله؟ هتعرفوا كل حاجه كمان شويه. في اشاعه سمعناها كتير قوي اليومين دول عن الحادث اللي حصل لحضرتك، ان هو حادث مدبر ومقصود، ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ دي مش اشاعه. لو سمحتوا يا جماعه الهدوء من فضلكم، لو سمحتوا لو سمحتوا هدوء. في البدايه انا عايز اشكر جميع الحضور وتشريفكم لينا النهارده. انا عمرو الجيار مدير دار النشر افق، بالنيابه عنكم جميعا احب اهني الاستاذ شريف عفيفي برجوع لينا بالسلامه. شكرا. ثانيا عايز اوضح ان المؤتمر ده مش بس احنا بنحتفل برجوع الاستاذ شريف بالسلامه، لكن الحقيقه الاستاذ شريف ليه مفاجاه كبيره جدا ليكم. اتفضل استاذ شريف. بصراحه الواحد مبسوط قوي انه بعد غيبه طويله يرجع ويلاقي الاستقبال الحافل بتاعكم ده، واللي احسن من كده انه لما يرجع ما يرجعش بايده فاضيه، وعلشان كده انا راجع لكم بروايه، روايه اسمها اختفاء. انا ابتديت اشتغل على الروايه دي من اكتر من سنتين. في الاول كانت عباره عن مجموعه مقالات مثيره لحد ما تعرضت الحادثة، والرواية والكتابة بشكل عام وقفت، وحياتي كانت معرضة للخطر، كنت تقريبا بين الحياة والموت. لما فقت وابتديت أتعافى وأقف على رجلي، حسيت إن في حد بيقول لي كمل اللي ابتديته، وفعلا ابتديت تاني في المشروع لغاية ما وصلت للقصة اللي هتشوفوها قريب. الرواية بتتكلم عن واقعة حقيقية حصلت في أواخر الستينات، رسام اختفى في ظروف غامضة وبعد شوية لقوه مقتول، والواقعة تأيدت على إنها انتحار. أنا عايز أوضح إن اختفاء مش مجرد رواية مثيرة، أنا بتكلم في موضوع خطير جدا. هل التاريخ وصل لنا حقيقي ولا ممكن يكون تم تشويهه؟ أستاذ شريف، في سؤال من الأستاذ هادي الجمل بيسأل لو هتكتب إهداء في بداية الرواية هتوجهه لمين؟ هوجهه لست عظيمة، ست ضيعت سنة من عمرها علشان توقفني على رجلي وأطلع الرواية دي للنور. سؤال من الأستاذ محمود الجعفري بيقول مصر فيها مليون جريمة بتحصل كل سنة، إيه اللي أغراك إنك تكتب عن الجريمة دي بالذات؟ بصراحة لأسباب كتير، مثلا إن القاتل ما زال عايش وسطنا، وإنه شخصية عامة، وإنه ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي. طالما حضرتك عارفه ليه ما بلغتش عنه؟ لأن طبقا للقانون العقوبة بتسقط بعد مدة معينة، وأنا بصراحة مش هدفي إن السلطات تحققه بس، أنا بتكلم في روايتي عن شخص الناس بتبص له على إنه مثال للاحترام وهو مجرم. أنا بتكلم عن رجل الأعمال سليمان عبد الدايم.